السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: مظاهرة العراق بين الوعود الوهمية والحلول الترقيعية. مشاهدينا، يمكنكم المشاركة معنا عبر أرقامنا التي ستظهر أمام حضراتكم بعد قليل، أو من خلال خدمة الواتساب التي تتيح لحضراتكم التواصل معنا عن طريق إرسال رسائلكم النصية. مشاهدينا، فاصل ونعود. الكهرباء، اعطيني وطن، اعطيني وطن محترم، جنسيتي صارت اسوأ ثاني جنسيه بالعالم، اعطيني وطن. ايش ما اريد منك؟ ولك اعطيني العراق، ولك العراق سيد العرب، العراق مخ العرب، هسه العراق صار جوا رجلين، بصيت الله صيت الجماعه، اهل الخدمه الجهاديه. ذول الخريجين هم تباعوا لهم. احنا عمرنا ما نريد بعد، انا عمري 53، نعلتنا مع الشريف بيهم، اذا ما يضربنا طرف يقتلني، هون برجلي. اهلا بكم مشاهدينا الكرام. تستمر المظاهرات في العراق للأسبوع الثالث على التوالي، وإن خفت حدتها قليلا عما سبق من أيام، إلا أنها لا تزال مستمرة وسط توقعات أن يشهد يوم الجمعة مظاهرات واعتصامات كبيرة وعارمة. ويشير محللون ومراقبون للشأن العراقي إلى أن هذا التراجع في نسق المظاهرات هو بسبب القوة والعنف الحكوميين المستخدمين لإبادة المتظاهرين والقضاء على المظاهرات. لكن في ظل ما يحدث من قمع، تستمر المظاهرات وترتفع أسقف مطالبها. وهنا نتحدث اليوم عن الوعود التي أطلقتها حكومة العبادي لما أسموه المتظاهرين بعملية التخدير المعتادة من حكومات ما بعد الاحتلال. وأقرب دليل هو وعد 10,000 فرصة عمل التي أطلقتها حكومة العبادي لسكان محافظة البصرة، وإذ بهم يتفاجؤون بوجود أوراق المتقدمين لطلب الوظائف في النفايات أو أحرقت أو رميت بوجه المتقدم. فماذا إذن عن وعد حصر السلاح بيد الدولة؟ وماذا عن عدم إطلاق الرصاص على المتظاهرين؟ وماذا عن وعد محاربة الحيتان وإعادة أموال الدولة؟ أسئلة نطرحها في هذه الحلقة. نبدأ مع قضية 41 مليار دولار أنفقت على قطاع الكهرباء في العراق منذ عام 2003 وفق تقارير رسمية. أين ذهبت هذه الأموال؟ وكذلك أين الوظائف التي وعد بها العبادي أو الحكومات المتعاقبة وعدوا بها الشعب العراقي؟ وأين وعود حصر السلاح بيد الدولة؟ ولماذا نرى الميليشيات تنتشر يوميا وتساهم بقمع المتظاهرين؟ هذا ما لدينا من أسئلة سنطرحها بهذه الحلقة. طبعا نعرض لحضراتكم الآن جانب من المظاهرات التي حدثت، وتحديدا مقطع حول مقتل متظاهر من البصرة أثناء تظاهره أمام مجلس محافظة البصرة، طبعا مع بقية المتظاهرين، قتل برصاص القوات الحكومية. فلنشاهد. ونتابع الآن مشاهدينا الكرام دعوة من أحد أو إحدى المتظاهرات في محافظة المثنى. دعت المتظاهرين في المحافظة لمواصلة الاحتجاجات والبدء بتنظيم اعتصامات مفتوحة. أسوي خيمة وأقعد، والعباس أبو فاضل إذا جايبتكم مهرة أصيلة هنا أطلع 24 ساعة، أما تتنفذ مطالبنا، أما ماكو باشر أحد يقاوم. من الطوفتوة رحنا لاريات محملة، شباب ايش حصلنا؟ ولد الخايبة راحوا وظلت الناس هنا، لفينا الدنيا هنا لفيناها، وتطلعنا مو زينين. ليش؟ ليش شعبنا ليش نايم؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذن وعود أطلقتها الحكومة للمتظاهرين، وهذه الوعود لم تنفذ، لم تكن حتى جدية في التطبيق.
وعود أطلقت منذ تسلم حيدر العبادي للسلطة، وحتى هذه اللحظة هو يعد بكثير من الوعود، منها قضية محاربة الحيتان والإصلاح وإعادة أموال الدولة وحصر السلاح بيد الدولة، وكذلك وعود التعيينات ووعود الإنشاء والإعمار والمؤتمرات التي حدثت. كل هذه لم يستفد منها المجتمع العراقي والشاب العراقي والمواطن بشكل عام، لأنها لم تنفذ، هي مجرد وعود أطلقت. حتى هذه اللحظة نرى الحيتان تصول وتجول في هذه السلطة في العملية السياسية، نرى الميليشيات تنتشر، نرى هادي العامري وأبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي والبطاط وغيرهم ينتشرون في العراق، يحملون السلاح ويتحدثون باسم الوطنية والدولة، في حين أنهم رعاة للميليشيات وأنهم حملة للسلاح. قتل متظاهرون بهذه المظاهرات حتى هذه اللحظة، قمع مستمر من السلطة. طرحنا سؤال، هل قضية الحلول التي تعطى هي نوع من أنواع الاستراتيجيات التي تتبعها الحكومة في إعطاء حلول ترقيعية أو وهمية وعود، وبعد ذلك ينفذ التطبيق عن طريق القمع في الأرض، قمع المتظاهرين بالسلاح بالعصي بالرصاص، وقتلى وجرحى يسقطون يوميا نتيجة المظاهرات ونتيجة الرفض الحكومي لهذه المظاهرات؟ معنا اتصال، سيد أبو أحمد من البصرة، تفضل. نعم، حياك الله أبو أحمد، أشرف بيك. تفضل أبو أحمد. أسلم أبو أحمد، أنت على الهواء مباشرة، تفضل. ليش ما تفضل بيها باكر؟ لأن أنا عندي قاعدة مال عشائر قاعد بيها. شكرا جزيلا أبو أحمد، نعتذر منك. طيب، فقدنا الاتصال مع السيد أبو أحمد. نكمل حديث مشاهدينا الكرام بقضية المظاهرات التي تحدث الآن في العراق، انطلاق المظاهرات من البصرة تحديدا، وحتى هذه اللحظة تستمر وتنتشر المظاهرات وتتسع رقعتها. في المقابل نرى تعنتا حكوميا، رفضا، اتهامات توجه للمتظاهرين، قمع يستخدم من الحكومة، ومجرد وعود تطلق. منظمة هيومن رايتس ووتش أخرجت تقريرا نشرته للحديث عن هذه المظاهرات التي تنطلق في العراق. طبعا هيومن رايتس ووتش اتهمت القوات الحكومية باستخدام القوة المفرطة وغير الضرورية مع المتظاهرين، ووثقت عملية إطلاق القوات الأمن الذخيرة الحية عليهم، كما نقلت عن شهود عيان قولهم إن قوات الأمن وعناصر ميليشيا بدر أطلقوا النار على المتظاهرين في ثمانية احتجاجات تم التحقيق فيها. وكذلك وثقت المنظمة الدولية مقتل متظاهرين أو متظاهرين اثنين في الأقل من أصل 17 هم ضحايا المظاهرات، هذا بالإضافة إلى إصابة أكثر من 47 آخرين نتيجة الضرب بالهراوات والعصي وإطلاق النار أو الدهس أو التعذيب على يد القوات الحكومية والميليشيات. إذن هذا توثيق دولي أممي من منظمة أممية بالانتهاكات التي تحدث في العراق. سبقت هيومن رايتس ووتش منظمة العفو الدولية التي اعترفت بسلمية المظاهرات التي انطلقت في المحافظات الجنوبية، وكذلك ذكرت نقطة الاعتداءات والانتهاكات التي تحدث ضدهم من قبل القوات الحكومية ومن قبل الميليشيات. عرضنا لحضراتكم في السابق الانتهاكات التي حدثت عن طريق ميليشيا بدر بزعامة هادي العامري، والتي تمت عن طريق إطلاق النار على المتظاهرين وأوقعت قتلى من المتظاهرين، وقوات الأمن كانت وقتها تتفرج على الميليشيات. طيب، المتظاهرون في البداية أو بعض المتظاهرين انطلقوا طلبا للخدمات، وسنتحدث بهذا الموضوع تباعا، وكذلك عن الوعود التي أطلقتها هذه الحكومة. معنا اتصال، أبو عمر تفضل من السليمانية، حياك الله. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، طبعا كنت نذكر قبل الانتخابات 5 أشهر أكثر يوميا طالع حيدر العبادي مؤتمر صحفي مثل حارب الفاسدين والذين سرقوا المال العام، والعالم كيف اللي بنى قصر بالجنة بالهواء، واللي قام يحلم بالملايين راح تجي راح تعيد تعاد الأموال وتتوزع على الشعب من هذا الغزالات، ما كل قرض راسهم غزالات. فطلع لا اكو فساد ولا معدن، وجاني هو طلع قال كلمه صراحه لو يذكروها، قال هناك داعش اخر اسمه الفساد. احنا عرفنا داعش هو تنظيم الدوله، لكن اكو داعش اسمه الفساد هو تنظيم حزب الدعوه. زين انت يا حيدر اذا تعرف انه اكو داعش اخر وهذا الداعش
هو انت واحد من هذا الحزب، ثاني كلهم موجودين بالمنطقه الخضراء، شنو اللي يمنعك من ان تلقي القبض عليهم؟ هل انت شريك وانت قاعد تسوي شكوك على نفسك؟ اذا انت نزيه ليش ما تلقي القبض على داعش بالمنطقه الخضراء؟ داعش حزب الدعوه زين؟ شنو اللي يمنعك؟ هل يعترف بهم؟ هل يعترف بهم ابو عمر؟ هل يعترف العبادي بالسياسيين الموجودين في المنطقه الخضراء الذين تشوب حولهم تهم الفساد؟ هل يعترف بهم بانهم فاسدون؟ هل ذكر اسما واحدا من اسماء الذين تهموا بالفساد والسرقات والقتل والاجرام والميليشيات؟ هل ذكر اسما واحدا منهم؟ هل حول شخص من هؤلاء الى القضاء؟ استاذ بالنسبه للرؤوس الكبيره ما يقدر، حتى الوزراء ما يقدر، حتى وكلاء وزراء مدراء عامين ما يقدر، لانه هذه لو تجد الحقيقه هذه كلها مقسمة بيناتهم. يعني انت فلان شخص هل جدلك وزراء، هل جدلك امه وكلاء وزراء، هل يعني هكذا رقم عندك مدراء عامين؟ حتى محققين تحقيقات قضاء ما قضاء يوزعوهم على المحافظات، وكذلك المحاصصة بالمحافظات، فكلهم متهمين. وواحد على الاخر لازم ملفات يقول لك تفضحني افضحك. يعني شوف انت صار لك الجد تطلع استاذ محمد محاربة الفساد وكل حق ماكو. زين انا اسال من حقي اسال، مو عيب واحد اذا يسال. يعني انت المرجعيه ليش ما تحاربين تعطين فتوى؟ هذول من اجوا من 2003 اللي حتى الان كلهم ما يكون عددهم 5000 واحد من المحافظين والوزراء وكلاء وزراء، كل 10000 كل 20000. انت المرجعيه مو عندك صلاحيه اذا قلتي اخر 12 مليون شيعي راح يكون وياك، لان انت ليش ما تصرحين تعطين فتوى بحيث اعاده الاموال المسروقه المنقوله والغير منقوله من 2003 الى 2015؟ هاي فيها ان استاذ محمد والله العظيم هم تركة بيهم، لان كلهم تركة. هذا خبز المال المسروق اللي يروح يراجع الثاني ويعطي اموال، هذا منين جابه؟ مش هو ما يعرف نوري كان ابو السباح كان يبيع سباح للسيده زينب بدمشق؟ شكرا جزيلا ابو عمر، اشكرك للمشاركه. معنا السيد ابو محمد من تركيا، تفضل. عليكم اخ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكم بهالبرنامج وبالقناه التي هي منبر لكل العراقيين الشرفاء. حياك الله. هي منبر لكل العراقيين الشرفاء. بس نصي صوت التلفزيون رجاء. تمام. والله تفضل ابو محمد. لا يعني ليس له موعود، يعني اللي يوعد مره 15 سنه صار من الوعود الكاذبه والدجل والشعوذه والمال السحت الحرام. يعني هاي الاموال الطائله التي تبني بلاد بلدان وليس بلاد بلدان تبني والله. نعم يا محمد تبني بلدان، لكن ما الذي حققه هؤلاء الرعاع الذين اتوا مع المحتل؟ نعم. والذين لا يمثلون الا اجنده خارجيه. عيب والله لو يكون زرق. ابو محمد خلينا نتكلم بمنطق قليلا. نعم. يعني هل نعتب على سياسيين وحكام جاءوا بعد الاحتلال بوعود وهميه، ام نعتب على شعب صدق وانتظر هذه الوعود؟ والله نعتب على الشعب فعلا واقع حال، لكن الشعب كان مخدوع. يعني تصوروا انه ما في الحكومه يعني سيكون هناك شيء، لكن يعني الشعب لربما في السنه الاولى تعذره، في السنه الثانيه، لكن بعدها لا والله العتب علينا كل الشعب. لكن اخي هؤلاء يعني ليس لهم مثيل في العالم الان، في العالم المعاصر ليس لهم مثيل. الان في الدرك الاسفل من الساسه والحكام هم هؤلاء الحفنة القذرة التي حكمت العراق. كيف ترى مستقبل المظاهرات أبو محمد مع استمرار القمع للمتظاهرين؟ والله أنا أرى أن القمع سيولد الثورة وسيولد الانفجار، وأن الشعب سوف لن يهدأ ولن يركن بعد إلى حلول، يعني حلول ترقيعية. الآن الشعب يجب أن يتهيأ إلى ثورة عارمة ويغسل عار العراق من هؤلاء الدرن الذي اصاب العراق. ما الذي ينقص المتظاهرين في العراق لكي تكتمل اركان المظاهره بشكل عام وتكون ثوره كما تفضلت؟ نعم، يجب ان تكون الى قيادات حقيقه يعني مخلصه امينه تدافع عن حقوقها حتى لو تضحي بنفسها.
يعني هاي الثوره العارمه الان اللي في الشارع، وهؤلاء الشباب اللي يطالبون ابسط مقومات الحياه، كهرباء، ماء، خدمات، وظائف، عمل، اذا يقولوا لهم شغلنا المعامل جيبوا لنا مي حتى نفسح الارض، ليش نستورد طماطم وخيار والمسائل البسيطه نستوردها من هاي التجاره السيئه ايران؟ ما الذي جرينا في ايران؟ على طول الخط يعني، الا لا. السوق، الا الشيء الذي يقرب. شكرا جزيلا سيد ابو محمد، كنت معنا من تركيا. طبعا هناك حديث عن عدم تنظيم اطلق من بعض المواطنين الذين يتفاعلوا معنا احيانا، يتساءلون عن اسباب عدم تنظيم هذه المظاهرات، بل هناك من دعا الى ايجاد خطط توضع للمتظاهرين من اجل ان تنظم هذه المظاهرات وتكون فاعله وتكون مؤثره. كذلك قضيه ما ذكره ابو محمد من تركيا، قضيه القيادات، كل من يظهر كعنصر مؤثر في العراق ان كان يعني شخصا بارزا ربما كشخصيه يمكن ان تقود المظاهرات الموجوده في العراق، او كان حزبا او كان جهه وطنيه تسعى الى قياده هذا المجتمع او الى المساهمه في دفع هذا المجتمع الى الامام، يتم اعتراضها، يتم الترصد لها، يتم القاء القبض واوامر القاء القبض، ويتم الاعتقال والاعتداء والقتل. إن حالفهم الحظ يخرجون بسلام خارج العراق، إن لم يحالفهم الحظ سيغتالون كما اغتيل الكثير من العلماء والمثقفين والأدباء والشخصيات كانت سياسية أو اجتماعية وثقافية وفكرية. في العراق يرفض رفضا قاطعا كل شخص يحاول أن يصل إلى نقطة معينة في هذا البلد، منها قضية رخاء المجتمع، قضية الأمان، قضية حصر السلاح بيد الدولة، والاقتصاص من الميليشيات التي قامت بارتكاب مجازر وجرائم كما وصفتها منظمات حقوقية ودولية. معنا اتصال. السيد أبو علي من كربلاء، تفضل. السلام عليكم عمي محمد، شلونك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجعل في ميزان حسناتكم. حياك الله. تحية إشارة وتقدير لهيئة علماء المسلمين ولكادر القناة وبالخصوص حياك إلى الشيخ مثنى حارث الضاري ابن العراق البار، جزاكم الله خير. حبيبي الحاجه ام الاقتراع. نعم. اذا تستمر هاي الانتفاضه تصير القيادات. بس انا وسط اخوتي المنتفضين، دير بالكم تتمذهب، دير بالكم تصير بيها شيوخ راح يحرفوها، راح تصير طائفيه، راح تصير جهتويه، راح تصير فد احزاب اللي هي. بس اللي يفرح القلب ويسر الخاطر انه هاي الانتفاضه المظاهرات كل الاحزاب اللي مواليه لايران نبذت وانضربت وانكرهت. ندل على شيء وانا من زمان جاي اقول مو كل الحشد الشعبي او هاي الاحزاب اللي هي 72 حزب كلها من ايران، اكثريتها من ايران، ما تفكر بالعراق. ايران لما نجتنا وسوت لنا مثلا العصائب والكتاب و و و و و بالعكس قزمت الدوله، صغرت الدوله، كسرت هيبه الدوله، ما خلت لها قيمه. بس طيب ابو علي الحل امام قوه سلاح ميليشيات كما تفضلت، العصائب والكتائب وبدر وغيرها، الحل امام هؤلاء الذين يستخدمون القوه بعيدا عن القانون، ولا يوجد قانون اصلا في العراق يستطيع ان يحاسب هؤلاء. كيف يمكن ان يصمد المتظاهرين او المتظاهرون امامهم؟ لازم يستمرون، لازم ينتفضون. بعدين الو اسمعك ابو علي، اسمعك تفضل. لازم يستمرون لانه مهما اذا قام الشعب مهما يكونون عندهم اسلحه، العرب بالخصوص للجنوب الوطن عندهم اسلحه لا يستهان بها. بعدين هم كل هاي الاحزاب 100,000 200 ما يقوموا قدام 30 مليون عراقي، ما يقدرون يسوون، بالنتيجه هم يشردون. يعني هالايام 136 برلمان شرد واكثرهم، وانا قبل يوم من الثلاثة التقيت اثنين ثلاثه قاده، قلت شنو سالفتكم كذا؟ قالوا والله السعوديه هجمت علينا وقشمرت العراقيين وفاضوا. قلت لهم الناس ما يريدون، والله شعب بسيط ما يريد غير بس ميه وكهرباء. الو اسمعك ابو علي تفضل. اي كانه خلص الرصيد، فهم شاردين، هم تم الرعبين، والله العظيم خايفين ما يسوون شيء.
خشن يسوون يسوون بخصوص اهل الفرات الوسط. نعم. اذا قاموا هاي كل الاحزاب وكل يعني حتى الدوله ما توقف بدون بما انه بخصوص العصائب وبدر حتى كل الدوله مو معناها ما يقدر لهم الشعب العراقي. شكرا ابو علي ونعتذر منك، يبدو انك فقدت الرصيد ونحن نشكرك شكرا جزيلا للمشاركه. معنا السيد ابو فيصل من السعوديه، تفضل. ابو فيصل غير موجود معنا. عموما نشكر ابو فيصل للمشاركه كذلك او الاتصال بنا، ونذهب مشاهدينا الكرام الى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نقرأ رسالة من الأخ مبروك من الإمارات، يقول العراقيون وصلوا إلى قناعة أن إيران لا تطأ أرضا إلا أفسدتها وقسمتها ونهبتها، وبالتالي هم يصرخون اليوم باسم عروبتهم ليس لمذهبهم أو عرقهم، فالشيعي والسني على السواء يجمعهم العراق والوطن الذي يستحق أن يكون في أفضل حال أمنا واستقرارا ورخاء وتنمية، وهو يملك كل المقومات الاقتصادية ليبقى قويا عزيزا وفاعلا ومؤثرا في محيط أمته العربية. نشكرك سيد مبروك من الإمارات. معنا رسالة أخرى من نواف العتيبي من السعودية، يقول الأسلوب الذي أخرجت به الأمريكان من بلدكم هو الحل الوحيد الذين تستطيعون به الخلاص من مخلفاتهم، يقصد الحكومات المتعاقبة. يرى البعض أن حل السلاح أو رفع السلاح بوجه الميليشيات التي ترفع بالمقابل السلاح هو الخيار الوحيد كخيار دفاع عن النفس أمام طبعا يطرح أمامها هذه السلطة وأمام ميليشياتها. هناك من يدفع بهذا الاتجاه بقضية حمل السلاح أو الثورة المسلحة كما وصفها بعض العراقيين الحل الوحيد أمام هذه الميليشيات وهذه السلطة التي لم تعترف يوما بمظاهرات خرجت في العراق تطالب بحقوق مشروعة، تعرضت للقمع، تعرضوا للقتل، تعرضوا للتهديد والاعتقال والاغتيال وشتى أنواع الوسائل المتاحة من أنواع القمع تعرضت لها المظاهرات التي انطلقت في العراق منذ الاحتلال وحتى هذه اللحظة. وبالتالي هناك من وصل إلى قناعة أنه لا حل إلا بالقوة، لا يوجد حل. قضية سلمية التي تطرح في بعض المظاهرات رفضها البعض من المتصلين والمشاركين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالوا بأن هذه الخطوات ليست جادة وليست فاعلة أمام قوة الرصاص التي تستخدمها الميليشيات وكذلك تستخدمها السلطة الموجودة في العراق، وبالتالي القوة تقابل بالقوة هكذا يرى البعض. لدينا طبعا أسئلة متعلقة بقضية المظاهرات وهي ردة الفعل من المتظاهرين كيف ستكون بعد أن رأوا هذا القمع وهذا الرفض وهذه الاتهامات التي وجهت لهم من السلطة، وبالمقابل أيضا شاهدوا الوعود الوهمية والخدع التي أطلقتها هذه السلطة من أجل التلاعب بعقولهم كما وصفوها حقا تخديرية أطلقت من قبل حيدر العبادي ومن معه من أجل إسكات المتظاهرين. عندما يخرج واحد متهم بسفك دماء العراقيين كهادي العامري على سبيل المثال يخرج ليعتذر للمجتمع العراقي بعد 15 عاما ويقول نحن قصرنا، ما قيمة هذا الاعتذار في مقابل سجل حافل من الانتهاكات لمنظمة بدر ومن الجرائم التي ارتكبت كما وصفتها منظمات دولية وكما يصفها العراقيون كذلك، ومن تاريخ حافل لهذا الشخص الذي قاتل مع إيران أمام العراقيين؟ هذا كنموذج بسيط من النماذج التي رآها المتظاهرون في هذه المظاهرات. قضايا أخرى متعلقة بمن حاول أن يركب الأمواج، من خرج على وسائل التواصل الاجتماعي ليدعم هذه المظاهرات كمقتدي الصدر على سبيل المثال الذي خرج بتغريدة على موقع تويتر شجع بها هذه المظاهرات ودعمها وطالب في نفس الوقت
بتأجيل تشكيل الحكومة إلى أن تنتهي المظاهرات، ثم بعد ذلك تعاد تشكيل الحكومة مرة أخرى. تخبط بالتصريحات، محاولات للالتفاف على هذه المظاهرات، محاولات كثيرة حقيقة، لكن حتى هذه اللحظة ما زال المتظاهرون صامدون إن صح التعبير على الأرض أمام هذه المحاولات. معنا اتصال سيد أبو طه من الأعظمية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا نشكركم على هذه القناة الشريفة. حياك الله. بالنسبة للمظاهرات، نعم اخي، احنا نحيي كل المظاهرين، نعم، والرحم والغفران الى شهدائنا الابرار والشفاء العاجل الى الجرحى. نعم. احنا نريد نعرف شنو قصد الحكومة من قتل المتظاهرين واعتقال المتظاهرين؟ يعني نعم متظاهرين. نعم أبو طه أسمعك. أبو طه مترجم محمد. أبو طه أسمعك سيد أبو طه. فقدنا اتصال مع السيد أبو طه، يبدو أن هناك مشكلة بالاتصالات حقيقة من العراق، أكثر من اتصال حتى هذه اللحظة يتعرض لمشاكل بهذه الاتصالات. معنا السيد أبو ناصر من تركيا، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. حياك الله أبو ناصر. تحية لحضرتك وقناة الرافدين وكل الكادر المحترم. حياك الله، أهلا وسهلا. طبعا أستاذ محمد، الحكومة ما تريد صوت قناة الرافدين وصوت الشعب أن يوصل للعالم، ولهذا تلقيهم يشوشون، والدليل على أنه بعض الأخوان اللي دا يتصلون بدأ يقدرون يتصلون بصورة صحيحة، فالتشويش مستمر، لكنه الصوت يوصل إن شاء الله. مواقع التواصل الاجتماعي موجودة وقناتكم الموقرة موجودة، اللي هي القناة الوحيدة اللي بدأت من بدايتها لحد الآن تنقل معاناة الشعب العراقي. نعم أستاذ محمد، يعني هي أي وعود تطلقها الطغمة الفاسدة اللي سلطت على رقاب الشعب هي وعود كاذبة، يعني مستحيل يوفون بيها. وشفنا شلون من وعد العباري بتخفيض 10,000 درجة وظيفية لأهل البصرة، وكل العالم شاف طبعا شلون معاملات التعيين شمروها بالمزابل. وأما صحيح. بالنسبة يعني الحصر السلاح أستاذ محمد بإيد الدولة، فهذا من سابع المستحيلات تقدر تحققها الحكومة، لأن الميليشيات وبتوجيه ومن إيران وبعلم من المرجعية هي اللي مسيطرة على أمور الدولة. أبو ناصر، خلي نرجع لبداية حكم العبادي، أطلق حزمة إصلاحات تأمل بها البعض، نتحدث عن فئة معينة من المجتمع، تأملت بها هذه الفئة أن تتحقق إنجازات على يد العبادي، لكن كالعادة من حكام حزب الدعوة الذي يحدث هو مخالف تماما للوعود التي تطلق. لماذا لم ينفذ حتى الآن وعد واحد من الوعود التي أطلقت؟ أستاذ محمد، يعني الإنسان اللي يبيع بلده الدولة أجنبية، دولة مجرمة قتلت شعبه، تتأمل منه أن يوعد شعبه بشيء ويوفي به؟ هذا مستحيل، مستحيل يوفون بأي وعود يقدموها. حتى يعني هي من بداية 2003 إلى هسه شنو اللي يتحقق من خلال هاي الحكومات المتعاقبة 15 سنة؟ شنو اللي يقدموه للشعب؟ وهاي نتيجتها مع الأسف، أنا قريتها اليوم مع الأسف، بأنه الشعب فهم متأخر بأنه هاي الحكومات المتعاقبة ما تريد مصلحة الشعب، المهم عندها هي مصلحة إيران. يعني خلي يحققون بمقتل مئات الآلاف من العراقيين اللي قتلتهم الميليشيات، وأخيرها بالتظاهرات هاي المستمرة الأسبوع الثالث. نعم. قتلوا المحامي جبار البهادلي وأحد الأطباء اللي يعالج الجرحى وقسم من الناشطين. نعم. وإذا الحكومة عندها السلطة على الميليشيات خلي يروحون يفتشون سجونهم، وخصوصا سجون هادي العامري وقيس الخزعلي. هل ستذهب دماء ضحايا المظاهرات هباء؟ هل ستعاد الحقوق الى اصحابها؟ هل من قتل في هذه المظاهرات دفاعا عن هذا الوطن سيخرج بنتيجه، ام ان المتظاهرين ربما قد يخيبون الامال؟ ان شاء الله المتظاهرين ما يخيبون الامال، وان شاء الله هاي الدماء اللي سالت والضحايا اللي راحت والجرحى اللي يتعالجون لحد الان بالمستشفيات، ان شاء الله حقهم ما يضيع، ونتيجه المظاهرات ان شاء الله
ما نريد احنا ان شاء الله لا مي ولا كهرباء، خلي يرفعون سقف المطالب ويطالبون باسقاط الحكومه باكملها. نعم. اسقاط هاي الحكومه باكملها لانه حكومه مجرمه وما تريد مصلحه شعبها، واهم شيء عندهم هو مصلحتهم ومصلحه عوائلهم. السجون السجون اللي موجوده عند الخزعلي وعند هادي العامري ممتلئه بالابرياء، هل يروحون يطلعوهم اذا هادي العامري يريد يقدم اعتذار؟ على شنو تعتذر انت؟ على القتلى اللي قتلتهم، على الناس اللي هجرتهم. في هذه المظاهرات فقط سقط متظاهرين او اكثر على يد ميليشيا بدر. اي نعم، واهل البصره نفسهم قالوها، اهل البصره طلعوا والشباب اهل البصره طلعوا وقالوا بانه القتلى اكثرهم يعني منظمه بدر وهذا قيس الخزعلي. الحكومه ليش ساكته عليهم استاذ محمد؟ لانه الحكومه هي راضيه كل اللي تسوي هاي الميليشيات، هي مرتبطه ارتباط مباشر بايران، وايران تنطيهم الاوامر دمروا هذا الشعب، لا تقدموا له اي خدمات، لان اذا قدمتوا له خدمات احتمال يقعدوا يرتاح ويثور عليكم، لكن ان شاء الله الثوره هي بدات وما تنتهي الا بتحقيق المطالب. شكرا جزيلا ابو ناصر من تركيا، اشكرك للمشاركه معنا. السيد ابو احمد من صلاح الدين، ابو احمد تفضل، اهلا وسهلا. السلام عليكم اخي ابو محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. انا من صلاح الدين نازح بالسليمانيه، حاليا هسه بالمخيمات مال السليمانيه. نعم. يعني وهاي صار لنا يومين ما جاي نتهم الاخبار، يعني ما ادري قاني وشي وعليهم على الاذاعه مالتكم الكريمه. شلون ابو احمد بس عيد الموضوع رجاء ما افتهمت. ما جاي نتهم اللي صار لنا يومين الاذاعه مالتكم. اذاعه الرافدين. شبيها؟ ما جاي نتهم، جاي يطلعون لنا قاني يعني حكيك ما جاي نسمعه. نعم، تشويش حدث و تشويش ومحاوله لاسكات صوتنا. نعم نعم. اي هو هذا اللي يريدونه. هاي الحكومه حشاكه جايته هي يعني الحكومه الجايته بعد اكثر من هاي الحكومه، يعني شو تسوي هاي الحكومه اكثر من هذا؟ ما تقول. نعم. نوب على الجنوب، يعني نوب على الشيعه. باذن الله انتهت هذه المشكله، ونايلسات ابلغنا بانه تم حل هذه القضيه، والان جاري البحث عن المسؤول عن التشويش. الحكومه انت تتهم الحكومه. هاي الحكومة. اشكرك ابو احمد، اعتذر منك، الصوت غير واضح في نهاية الاتصال، ولكن وضحت لنا نقطة مهمة وذكرتها لنا ومهم ان نطرحها الان. طبعا نشكرك من جديد ابو احمد. كما تفضل السيد ابو احمد، مرت على القناه فتره التشويش الان قبل يومين، منذ يومين، والقناه تتعرض لمحاولات التشويش ومحاولات اخفاء الصوره والصوت وابعاد الناس عن حقيقه ما نعرض وحقيقه الذي يحدث في العراق الذي نعرضه في قناتنا. كلها اصوات الناس، كلها اصوات المشاركين المواطنين العراقيين الذي وثق جريمه او وثق تظاهره او وثق اعتداء او انتهاكا او اي نوع من انواع المظالم التي تقع على المواطنين العراقيين، وثقها وارسلها وعرضناها في قناتنا. هناك من لا يريد لهذا المجتمع ان يوصل صوته الى العالم، وبالتالي باعتبارنا وسيله من الوسائل المتاحه للمواطن العراقي الذي بامكانه ان يوصل صوته ورسالته الى الخارج، هناك محاولات للتشويش. الحمد لله اننا استطعنا طبعا بالتخلص من هذه القضيه، ولكن قد تعود مرة أخرى، قد تتكرر، قد تكثر هذه المحاولات كما حدث ودفعت مبالغ من أجل إسكاتنا في السابق. الآن هناك محاولات تشويش لأجل إسكاتنا حاليا، ولكن نستمر دائما والحمد لله. مشاهدينا الكرام، عندما انطلقت المظاهرات في العراق هناك من رأى بأن المظاهرات انطلقت بداية من أجل الوظائف والتعيينات في محافظة البصرة، ثم بعد ذلك توسعت الرقعة لرقعة المظاهرات للمطالبة بالخدمات كالكهرباء، أبرز الخدمات طبعا، خاصة في ظل فصل الصيف الحارق الذي يشهده العراق. عندما نتطرق إلى القضية الأولى وهي قضية التعيينات، ويعلن في السابق حيدر العبادي أن العراق يمتلك 4 ملايين موظف حكومي، هذا الرقم مقارنة بعدد سكان الدولة هو رقم يعتبر كبير جدا في هذه الدولة، وبالتالي لديه فائض كبير جدا بالوظائف. والجميع يعلم أن العراق تسير فيه سياسة الموظف أو المجند أو
مهما كان المنتسب الحكومي، المنتسب الحكومي، دعونا نصيغها بهذه الصيغة، المنتسب الحكومي الوهمي، الجنود الوهميين، الموظفين الوهميين وما إلى ذلك. العراق امتلأ بسبب هذه الأسماء الوهمية، وبالتالي الشباب عاطلون عن العمل. نكمل الحديث بهذه النقطة بعد قليل. معنا السيد وليد من بغداد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك سيد الكريم وإلى سادة المشاهدين. حياك الله. بخصوص الوعود اللي يطلقها سياسي الصدفة وسياسي المنطقة الخضراء، العملاء الأذلاء للشعب العراقي بمحاولة لإسكات صوت الشعب العراقي خلال التظاهرات اللي أرعبت صفوفهم، اللي هاي التظاهرات اللي فاجأتهم أصلاً إنه محافظات التراث الأوسط والجنوب من 2003 لحد الآن ما انطلق هيك شيء أصوات ضد هذه الحكومة. نعم. محاولتهم لإسقاط صوت الشعب من خلال رؤيتهم لأن هذه التظاهرات راح تسقطهم، تسقط هذه الحكومة العميلة، لأن يعني في الحقيقة نحكيها الصراحة. نعم. الناس يعني بزعت من هذه التصرفات. يعني بعد ما عندهم شنو اللي يضحون من اجل بلدهم؟ هذا العراق العظيم اللي كان المؤسسات، التعليم، الصحه، الاداره العامه، هواي امور كانت في العراق قبل السقوط. اجوا هذول العملاء دمرون، يعني لا كهرباء، لا ماي، لا صحه. اعتقال المتظاهرين، يعني انا قبل احكي لك قبل 4 ايام كنت في محافظه النجف، يعني في منطقه اسمها ثوره 20 اتوقع. تظاهرات يعني مجموعة من المواطنين الظاهرون، رئيسا قوات سوات، ميليشيا العصائد، ميليشيا جيش المهدي، اتجمعوا سدوا الطرق. طبعا الطرق سدوها بالكامل، درجة انه احنا نمشي نعبر من منطقة الى منطقة بالتاكسي، يعني ما نقدر نمشي من كثرة القطاعات اللي سوتها الحكومة والميليشيا. اضافة الى اعتقال المتظاهرين، يضعون في سيارات يعني مكتوب عليهم تابعة لقوات سوات والفرقة الذهبية. ليش هيك؟ طيب ليش تترك هذه السلطة سيد وليد؟ ليش تترك هذه السلطة في العراق تفعل ما تريد من قمع وقتل للمتظاهرين بشتى الوسائل، وسائل القمع المتاحة؟ لماذا تترك هذه السلطة ولا يوجد تدخل دولي إقليمي عربي من أجل إيقافها؟ يعني دول عربية محيطة بنا تساهم بمساعدة العراق بتوفير الكهرباء في حين هي ترى القتل والقمع ولا تتحرك، لماذا؟ أخي الكريم، أنت بشوف أنت متابع يعني للأحداث السياسية اللي بالعراق، السورية، شوف سوريا شو يصير بيها، آثار الدمار والخراب من القصف بالطائرات. لن يتدخل لا ملك، لا رئيس وزراء، لا شخص معين من الشعب الذي يقتل. يعني تريدهم يحشون عن الشعب العراقي اللي هاي مجرد يعني بسيطه التظاهرات، ترى اذا قتلونا ما حد يحكي، اي رئيس وزراء. ونتمنى احنا من السعوديه، من قطر، الامارات، اشقائنا بالدول العربيه ان يتكلمون بهذا الشيء، لان احنا شعبهم واخوانهم اكثر من اخوان. احنا شكرا جزيلا. دافعنا عن العرب، حامين البلد الشرقيه. أشكرك أبو سيد وليد، شكرا جزيلا للمشاركة. نتمنى الرسائل والأصوات التي يطرحها المشاهدين الكرام، الأفكار والآراء وما في داخلهم من غضب وألم ودعوات كذلك من خلال شاشتنا، أن تصل إلى من يهمه الأمر، إلى من يكترث لوضع العراق والمواطن العراقي والعراقيين، لوضع الموظف، لوضع المتقاعد، لوضع الشاب، لوضع الصحفي والإعلامي الذي يتعرض يوميا لقمع وتهديد وقتل. نتمنى للجميع أن تصل أصواتكم ورسائلكم. تحدثنا عن قضية مطالب المتظاهرين في البداية، وهي قضية الوظائف التي انطلقت من محافظة البصرة، بعد ذلك تدريجيا بدأت أسقف المطالب ترتفع شيئا فشيئا، إلى أن وصلت في المظاهرات بإسقاط مطالبة بإسقاط الأحزاب والعملية السياسية والدستور وهذه الحكومة، كذلك كل من جاء معها. عندما نأتي إلى جزئية الكهرباء التي يعاني منها المواطن العراقي الآن، أنفق على قطاع الكهرباء بحسب الوثائق الرسمية فقط، الوثائق الرسمية، هناك أرقام بعيدة عن الوثائق الرسمية، 41 مليار دولار أمريكي أنفق منذ عام 2003 حتى هذه اللحظة على قطاع الكهرباء. حتى الآن المواطن العراقي يفتقد الكهرباء بمعدل يصل في بعض الأحيان أو في المعدل المتوسط إلى 15 ساعة يوميا يفتقد للطاقة الكهربائية.
هناك مناطق تفتقد للطاقة الكهربائية لما يزيد عن 20 ساعة، معاناة كبيرة جدا في فصل الصيف الحارق الذي يشهده العراق كدرجات استثنائية حول العالم تشهدها مناطق أو محافظات معينة في العراق. 41 مليار دولار أنفقتها هذه الحكومة، لا توجد كهرباء في العراق. بالمقابل نرى جمهورية مصر العربية التي أنفقت ما لا يزيد عن 6 مليارات دولار بتجهيزات لمولدات كهربائية عملاقة تكفي لإنشاء طاقة كهربائية تسع ل 30 مليون مواطن، 30 مليون مواطن من إجمالي 100 مليون مواطن مصري. لو استطاع العراق على سبيل المثال، لو نفذت هذه الخطة في السابق لما احتج المتظاهرون على الكهرباء في الأقل، لاحتجوا على أمور أخرى ربما، ولكن لم تكن هناك استراتيجية وخطة حقيقية من أجل الإصلاح الفعلي الحقيقي. الآن العراق يستورد الكهرباء من إيران، يستورد أمور كثيرة من إيران، يستورد المواد الخام، يستورد عفوا المواد المصفاة من الطاقة النفطية كما تصدر كمواد خام وتستورد وتشترى من إيران وغيرها الكثير من الأمور التي بسبب السياسات والاستراتيجيات والطرق الخاطئة المتبعة من قبل هذه السلطة ومن سبقها يعيش المواطن العراقي هذه المأساة التي يعيشها الآن. تطرقنا إلى قضية الوعود بحصر السلاح قبل قليل مع المشاركين، وهناك من يرى بأن الأوامر تأتي من إيران وبالتالي مستحيل على هذه السلطة الضعيفة أن تسحب السلاح من الميليشيات. إن كنا نتحدث عن حيدر العبادي، إن تحدثنا عن المالكي فهو يقول بأنه هو الأب الروحي للميليشيات وبالتالي من المنطقي أن يبقي عليها. لا يستطيع حيدر العبادي أن يسحب السلاح من الميليشيات لأنها أوامر إيرانية أقوى منه، وإن حاول ذلك فرد عليه المهندس سابقا بقضية سحب السلاح من الحشد الشعبي وحصره بيد الدولة وحصر الحشد أو إدماجه أو دمجه مع القوات الحكومية. رد المهندس في السابق وقال لا يستطيع، حتى لو أعطى الأوامر لن تنفذ أوامر سحب السلاح من الحشد الشعبي المكون طبعا من الميليشيات. طبعا يقول السيد نواف العتيبي من السعودية على خدمة الواتساب، يقول طالما أن الحكومة سفكت دماء المتظاهرين السلميين فهذا مبرر كافي لحمل السلاح ضدها، وفي اعتقادي هذا هو الحل الوحيد واللغة التي يفهمها هؤلاء الخونة، كما يقول السيد نواف العتيبي. أحد المشاركين يقول السلام عليكم أخويا، شنو مشكلة الصوت؟ ليش هذا التشويش؟ كما قلنا، يقول هذا التشويش مخلين على الصوت لطمية. كما ذكرنا مشاهدين الكرام، محاولات من أجل التشويش، محاولات من أجل إخفاء الصوت، التشويش على الصورة، إبعاد ما نعرض في قناة الرافدين عن المشاهدين، معاناة، ولكن ستحل هذه الأزمة إن شاء الله قريبا. الآن نايل سات في طور البحث عن المسبب الحقيقي لهذا التشويش، وبالتالي سيصلنا أو ستصلنا الأخبار قريبا بخصوص من هو المسبب، وسنبلغ حضراتكم بالطبع وسيتم إطلاع المشاهدين الكرام على من يقف خلف عملية التشويش التي تنفذ ضد قناة الرافدين وهذه المحاولات من أجل إسكات الصوت. متى يتم إصلاح الخلل؟ في القريب العاجل بإذن الله. القناة تعمل على هذا الموضوع، تحرك مستمر من قبل إدارة القناة في هذا الاتجاه، وستحل الأزمة أو هذه المشكلة إن شاء الله في القريب. طبعا الأخ يتواصل معنا عن طريق الكتابة، هناك كما ذكرنا هناك صعوبة بالاتصال، محاولات أيضا في الداخل من أجل عزل المجتمع العراقي عن محيطه الخارجي كقطع الانترنت أو محاولات التشويش على الاتصالات. معنا السيد عثمان من الموصل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صارت من مظاهرات عثمان؟ اي مظاهرات صار منها. المظاهرات صار منها؟ اي احنا نريد الوطن يستقيل، نريد نعيش بأمان. المظاهرات مستمرة يا عثمان وتحتاج إلى مساندة كما يقول المتظاهرون. والله احنا بزعنا من كل شيء، من كل شيء بزعنا. أريد وطن مستغربين عيش. نعم. أشكرك عثمان، أشكرك شكرا جزيلا. يقول السيد أو أحد المشاركين على خدمة الواتساب كما ذكرنا، يقول منبر الرافدين الآن على قناة الرافدين ظاهر أمامه،
لكن دون صوت المذيع طالعة لطمية حقيقة. يعني كما قلنا مشاهدينا الكرام هذه محاولات لمن يسمعني، هذه محاولات من قبل البعض من أجل التشويش على قناتنا، من أجل التشويش على شاشة الرافدين. إخفاء الصوت، الصوت أهم ما يمكن أن يصل إلى العالم، يخفى الآن لأنه مهم. وفي هذه الأوقات الحرجة التي تعيشها السلطة وتعيشها الحكومة، يعيشها العراقيون، هناك محاولات لإسكات هذا الصوت وإبعاد العالم عن ما نعرض من تقارير، من أخبار متعلقة بجرائم، متعلقة بانتهاكات. طيب، معنا أبو حسن من بغداد كآخر المتصلين. أبو حسن تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي محمد، هم يحسن على التظاهرات والتظاهر السلمي. نعم. يعني لما طلعوا هاي مال البحرين، يعني ذولاك يختلفون، يدافعون على ذولاك، هم شو ذولاك؟ ذولاك اثنين، هم جماعتهم يدافعون على حقوق أهل البحرين. فهم ذولا العصابات هم يدافعون عليهم. يعني ما شوف مستقتلين، شلون أهل البحرين؟ يعني العراقيين صفر والباقيين لا. فهم ذولا يعني الزواجية مو طبيعية. يعني هم خدم للعدل. فلما يكون تظاهر سلمي، يعني ذولاك شلون يعني يختلفون؟ يعني جاي من غير كوكب احنا، هم من غير كوكب. فذولا يا اخي محمد ذولا مو بشر. لماذا لا يعترف، لماذا؟ شكرا جزيلا طبعا سيد ابو حسن من بغداد، انتهى الوقت. مشاهدينا، لماذا لا يعترف بمظاهرات العراق في الوقت الذي اعترف بمظاهرات البحرين، او ما روج على انه طبعا روج من السلطه بانها انتهاكات تحدث ضد المواطنين البحرينيين؟ في العراق عندما يحدث القمع لا يكترث له، وفي دول اخرى عندما تحدث امور بسيطه للغايه حتى لا ليست بذلك او بتلك الاهميه تؤجج في العراق، أججت في العراق فقط إذا صح التعبير. يقول شنو سبب قناة الفرات داخل عليكم؟ أحد المشاركين أوضحنا هذا الموضوع وعرضناه وتحدثنا به. طبعا نشكر الجميع للمشاركة. مشاهدينا الكرام، نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى اللقاء.